منو سخم مشك انت تبوك باسم باسم الايتام وتبوك باسم الشهداء وجايب لك كرفان؟ لا خلفت عليك ولا على حزبك اذا انت تطعم الايتام والشهداء. خلوني اشوفكم هذا الفيديو اللي وصلني من كربلاء. الناس بدأت تضطر اش تكتب على اراضيها وعلى قطعها حتى لا تصادر. انطيني اياهم حتى الناس تشوف شنو اللي دا يصير من قصة. وينكم ما منطين الفيديو؟ اليوم 16 يوم الاثنين سكننا القطعة وهذا الكرفان موجود حاليا دي السيارات. ليش هذا الكرفان موجود بعد بدون أمنا؟ هذا بدون أمنا. اليوم 16 يوم الاثنين سكننا القطعة وهذا الكرفان موجود حاليا دي السيارات. ليش هذا الكرفان موجود بعد بدون أمنا؟ هذا بدون أمنا. اليوم 16 يوم الاثنين. هذا الرجل من أهالي كربلاء، أنا أعرفه معرفة شخصية، عنده دونم في كربلاء باسمه، طابو زراعي بسند 2023. أجت جماعة صبح الصبح لقاهم قاعدين بالأرض، أجى عليهم قال لهم يا بنتو شنو؟ قالوا له والله مرة يقولوا له إحنا كتائب حزب الله ومرة يقولوا له إحنا عصائب أهل الحق. قال لهم يا با اتشرف بكم، شنو علاقته شنو علاقة تنظيماتكم واحزابكم بقاعي؟ قال لي ايه احنا عندنا ايتام وعندنا شهداء نريد نطيهم. مرة يدعون انه اشتروا الدونم. انا اعرف هنالك ادعاءات واستخدام لهذه الاسماء بشكل وهمي. شلت التليفون على اكثر من جهة. اخوان هذا الرجل اتخذوا معاه اجراء، شوفوا منو صاحب الحق في هذه القضية. صار اتصالات وصار اتصالات مع مسؤول دار القانونية في كربلاء في امن الحشد اخي الكريم الاستاذ سين، انه هذا الرجل بهذا الشكل. الرجل اتخذ اجراءات وخابرهم واتصل بصاحب الارض، واجا صاحب الارض قدم له المكاتبة بالبيع والشراء وقدم له سند 23، وذولاك اتصل بيهم قالوا له نعم عندنا سند، ما اجوا. من هاي القصة أريد أقول انه يا دولة يا كرام، الاخوان بأمن الحشد، الاخوان بالعصائب، السادة في كتائب حزب الله، هذا بلاغ على الهواء انه ذول الناس فعلا لكم واخذوا اراضي هذا السيد، لو مو لكم. اذا كانوا لكم فانبؤونا بانه هل انتم فعلا تاخذون اراضي الناس عين عينك وعلى الملأ وجايبين الكرفان؟ واذا مو لكم فانا ابلغكم انه هاي الناس الان موجوده وشوفتكم صوره وصوت حاطين الكرفان في ارض هذا الرجل، وهذا الرجل عنده سند من الدوله انه مشتري بشكل اصولي وجابه وانطاه الى امن الحشد في كربلاء. اذا لماذا لا يتم اتخاذ اجراء؟ السؤال هنا، اذا تم اثبات هذا، هذه الجهات اللي الان خلت الكرفان ومعروفه وارقام تليفوناتها موجوده، ليش ما تم اجراء بعد ان اخبر امن الحشد في كربلاء بكتب رسميه الجهات الرسميه في الحشد وفي امن الحشد انه هذا الذي يحصل؟ القصه ما تحتاج الى تفسير. زين الناس قالوا له اضطر اكتب قطعه يابا والحسين والعباس والله ومحمد، هاي القاع مو مالتي. اي معقول المواطن صار ما يأمن على قاعه ما يأمن على بيته لانه جاي فلان والله عندي شهداء وعندي ايتام؟ لا خلفت عليك ولا على حزبك اذا انت تطعم الايتام والشهداء. الايتام والشهداء درجة راقية ارقى منك ومن شاربك، وهنالك دولة تتكفل ومؤسسات تتكفل بالايتام. منو سخم مشك انت تبوك باسم الايتام وتبوك باسم الشهداء وجايب لك كرفان؟ الف مره قلنا الشهداء خط احمر، لهم مؤسسات بالدوله ترعاهم، وهؤلاء هم اعداء الدوله والحكومه الحقيقيين، وهم اعداء المجاهدين الحقيقيين في سبيل الوطن. واذا كان هنالك من ينصر فعليه بهؤلاء. حاولت بشتى الطرق
أن أصل بنتيجة مع هؤلاء ما وصلت. ولذلك أبلغ أبو فدك على الهواء، السيد أبو فدك على الهواء، وأمن الحشد على الهواء، وكتائب حزب الله على الهواء، أن هؤلاء هذا الذي فعلوه وموجود رقب الولد وعند سند 23 يفهمون المواطن وين يروح، إيش وقت تخلص قصة هؤلاء الشراذم بالاستيلاء على أراضي الناس، إيش وقت تخلص. وعندي سؤال خطير، ذولا ليش مأمنين وليش يدعون باسم هاي الجهات؟ زين هذا يعرف نجم الرباعي، وحققوا بالمنطقة نفسها بالمعلومات المتوفرة عندي، ذولش كم واحد أخذوا أرضه؟ هذا البلاغ يا سيد أبو فدك أنا أعرف أنت رجل ما تقبل، ولي بلغتني إذا كانت مثل هذه المظاليم بلغني. أنا اليوم أبلغك على الهواء وأستنهض بغيرتك أنه ذولا خلي يعترفون لك ليش سووا وليش استخدموا هاي الأسماء. هسا أنا أنفي ولا أؤكد، قد تكون صح وقد تكون كذب، وأنا أميل أن الرواية كاذبة لأن هؤلاء يستغلون ويختبئون وراء أسماء. أنتظر رد منك يا سيد أبو فدك بالإجراءات وبالكتب اللي وصلتكم من كربلاء.